وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق. سيادة السفير أرحب بك. ومصر حريصة دائما على البعد الإفريقي في علاقتها الخارجية المختلفة. هذا المؤتمر الطبي الإفريقي الثاني كيف يسهم في دعم هذه العلاقات بين مصر ودول القارة الإفريقية على الصعيد الطبي؟ احنا جزء من القارة الإفريقية، قاهرة احدى اكبر الدول من حيث المساحة، من حيث تعداد السكان، ومن حيث التقدم في عدد معين من المجالات. وبالتالي احنا منخرطين تماما في كافة المؤسسات الأفريقية، سواء كنا بنتكلم على مستوى الاتحاد الأفريقي، بنتكلم على مستوى التجمعات دون الإقليمية زي الكوميسا في حالتنا أو غيرها، والمؤسسات عديدة. هناك مشروعات كثيرة بيتم تمويلها سواء كان في المجال الصحي أو غيره من المجالات، سواء في مصر أو في غيرها من الدول الأفريقية، من قبل مؤسسات تمويلية أفريقية إلى جانب التمويلية العالمية، يعني البنك الأفريقي للتنمية إلى آخره. المؤتمر اللي احنا بصدده والمعرض الحقيقة يعني هو مثال عن العشرات من المؤتمرات والاجتماعات والمعارض اللي مصر استضافتها، وده اتجاه محمود جدا الحقيقه انه مصر تستضيف هذا العدد الكبير على امتداد السنوات الاخيره. ده بيدي فرصه لينا ان احنا نطلع اشقائنا سواء كانوا في هذه الحاله على المستوى الافريقي او على المستوى الاقليمي الى اي مدى احنا حققنا طفره في عدة مجالات، ده بالرغم من التحديات الكثيرة اللي بنصادفها سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي بنتأثر بيه. اتفضلي يا فندم. نعم، أشكرك شكرا جزيلا. السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق كنت معنا عبر الهاتف.